3 مانث بيطلع منين؟ قربة صدرية، بعد كده يطلع منين؟ شكرا، يطلع منين؟ بلاسنتا. يعني معنى كده انا عايز الهرمون اللي بيغذيه فترة قد ايه وشكرا بعد كده؟ 3 شهور. يعني انا بقول لك البيك الاسبوع الثامن او الاسبوع العاشر زي كتاب الاسم، او ال 12 زي كتاب الام اس كيو، او ال 14 وده كتاب هتشتروه كلكم، اسمه الاستاذ الدكتور نبيل المحلاوي، كتاب ده كتابه ام اس كيو واسئله وكده هتشتروه برضه وسلايدز. يعني لو انت لقيت 8 اسابيع ل 10 اسابيع صح، 12 اسبوع صح، 14 صح، كلهم يا دكاتره بيجتمعوا ان هم كلهم فين؟ كلهم يا دكاتره بيجتمعوا ان هم كلهم فين؟ فيرست ترايمستر. اشمعنى كده فيرست ترايمستر بالذات؟ اشمعنى؟ عشان عايز الكورس ده في اول 3 شهور بس، بعد كده مش عايزه، فده اللي بيغذيك. يعني يا دكاتره البيك نوت عند اول 3 شهور سواء دي 8 اسابيع 10 اسابيع 12 14 كلهم في اول 3 شهور كلهم شغالين، واخدين بالكم؟ عشان بعد 3 شهور شكرا هيبدأ يقل تدريجيا لغايه الدكاتره عند الولاده بيبقى فيري سمول ليفل. عند الولاده يوم الولاده بيبقى 5000 يونت بير ليتر. امال هنا كام يا دكتور محمد؟ 50000 يونت بير ليتر. يعني خلي بالكم يا شباب ان الهرمون ده بيوصل البيك بتاعه امتى؟ في الثلاث شهور الاولى، ثلاث شهور الاولى. اشمعنى بعد كده ما بيبقاش فيه؟ ما بيعلاش ليه بعد كده؟ عشان مش عايزه. ليه؟ عندي بلاسنتا مش محتاج كوربا صوتيه. هو بيشتغل امتى؟ اول 3 شهور بس، بعد كده بقى خلاص مش عايزينه خلاص. لان هو بيخلص الكوربا صوتيه بيموت ويطلع مكانه البلاسنتا. هل فاهمين ليه يا دكاتره مش فاهمينه؟ فاهمين الحوار ده مش فاهمينه؟ فاهمين يا دكاتره؟ بيقدر امتى؟ البيك امتى؟ طب انا عايز بقى واحد ذكي يقول لي. عايز واحد دكاتره بيفكر يقول لي، بس ما تبصش في الكتاب الله يخليك. فكر معايا برضه. هيختفي اسرع اسرع بعد الدليفري ولا بعد الابورشن؟ يعني انا كاتب على الدليفري اللي هو الدليفري ولا بعد ابورشن. يعني ايه ابورشن؟ يعني هنا الترمينيشن في اول 6 شهور. يا ترى في الاول 3 شهور، 3 شهور، 6 شهور. يا ترى يا دكاتره هينتهي اسرع بعد الابورشن ولا يختفي يعني من الجسم بعد الابورشن اسرع ولا بعد الدليفري؟ نعم؟ بعد ايه الاول؟ دليفري. طب ليه بعد دليفري ليه الاول؟ عشان هو بيقل. بعد دليفري يبقى 5000، لكن ابورشن كل ما ارجع لكده لما ارجع هنا الاقيه مثلا 30000، او لو في اول 3 شهور كمان الاقيه 50000 ولا 40000، يختفي متاخر جدا. يعني انا كده مش هتستغربوا لما تلاقي عندك في الكتاب مكتوب ان هو يختفي بعد الابورشن باربع اسابيع وبعد الدليفري باسبوعين. لا طبعا. ليه؟ بعد دليفري بقى فيري سمول ليفل، لكن بعد الابورشن لسه الليفل بتاعه عالي. الابورشن الليفل بتاعه عالي فيختفي بعد اربع اسابيع. يعني بعد الدليفري اسبوعين بس، بعد الابورشن باربع اسابيع. اشمعنى؟ في الابورشن لسه عالي. كل ما قرب الترم كل دكاتره ما بعد عن البيك كل ما الليفل بتاعه بيقل، كل ما بعد عن اول 3 شهور كل ما الليفل يقل. بعد الولاده بيبقى قليل قوي يختفي على طول، لكن كل ما قرب لاول حمل كل ما كان الليفل لسه عالي ويختفي متاخر. طب في ورم بيطلعها جامد جدا على فكره، بيطلع الهرمون ده باجزاء من المليون. يعني زي كده في يا دكاتره ورم مشهور قوي انتوا عارفينه على فكره، اسمه فيزيكولار مول، او الاسم بتاعه اللي بجد بقى اسمه هايداتيتي فور مول، شبه السيستات بتاعت هايدات سيست. بيوصل كام الفيزيكولار مول؟ 500000 600000. هيختفي بقى بسرعه على بطء بطء جدا. يعني يا اخي هنا بعد الايفاكويشن اوف مول بيختفي بعد 8 اسابيع بعد الايفاكويشن اوف فيزيكولار مول. يعني كده عملنا فيزيكولار مول ايفاكويشن ليفل عالي جدا 200000 300000، ده العادي بتاعه. العادي بتاع فيزيكولار مول تبقى فوق ال 100000. عشان كده بيجي يختفي، يختفي بعد قد ايه؟ بعد 8 اسابيع. يبقى الهرمون ده مره ثانيه يا شباب، الهرمون ده مره ثانيه. اوعى تنسى. بيظهر امتى؟ في امبلانتيشن دي. البيك امتى؟ اول 3 شهور. يختفي امتى؟ 2 اسبوع بعد دليفري، 4 اسبوع بعد ابورشن، 8 اسابيع بعد ايه؟ بعد الفيزيكال. تاخد كده امتحان صغير كده دكاتره كده ورست كده ايه 10 دقايق امتحان صغير. بص يا جماعه امتحان صغير ده اللي هياخد فول مارك هيجي له المره الجايه كام بس؟ معانا هيجي له والله المره الجايه، والله هيجي له كام بس معايا والله ان شاء الله. امتحان صغير كده ناخد ريست كده 10 دقايق وبعد كده نكمل باذن الله. هنمتحن ما هو امتحان